وايضا السنه دي في الدوري موسيماني لو كسب مباراته المؤجله هيتصدر بطوله الدوري. فاحنا عندنا ثقه كبيره جدا في موسيماني. نادي الاهلي لما جاب موسيماني مدرب عنده استقرار، مدرب لما بيروح مكان بيحط خطه طويله الاجل وعنده استقرار، وده المهم. والاهم من ده كله ان هو فنياته عاليه داخل الملعب، محب جدا للنادي الاهلي، وده اخلاصه للنادي الاهلي منذ قدومه في اللحظه الاولى. فعلشان كده لازم نشيل موسيماني والجهاز الفني. النهارده يعني في حاجات ايجابيه كتير، النهارده مش مقدرش انسى دور محمد الشناوي وقيادته داخل الملعب، بدر بنون والاتزان والهدوء اللي اداه في خط الظهر، وكمان مع ياسر ابراهيم، ايمن اشرف الابن المخلص في النادي الاهلي اللي بيلعب مساك بتلاقيه موجود، بيلعب باك ليفت موجود بيحللك داخل الملعب، ومحمد هاني برضو، ديانجو عمرو السوليه الثنائيه ما شاء الله المتالقه بشكل كبير، وكمان حمدي فتحي التغييره اللي نزلت الشوط الثاني. بالمناسبة كمان يعني موسيماني كمان في التغييرات النهاردة، هو بدأ المباراة بشكل ممتاز، والتغييرات النهاردة كانت بشكل فوق الممتاز كمان، التغييرات كلها كانت إيجابية. التغييرة الأولى كانت طاهر مكان محمد شريف علشان الإصابة، محمد شريف عمل مجهود كبير في الشوط الأول، طبعا الخبطة اللاوية بتاعت الركبة اللي كانت ممكن تأثر عليه الشوط الثاني، فموسيماني استبدله بطاهر اللي نزل ما شاء الله أحرز الهدف الثالث باسيست رائع من بواليا. بواليا اللي احنا كنا بنقول برضو يعني بواليا لما جه النادي الاهلي يقعد وينزل، النهارده بنشوف بواليا بقى منتج للنادي الاهلي وبينزل كمان بيغير في شكل الفرقه في 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 الشوط الثاني، وبيعمل هدف او بيصنع هدف لطاهر محمد طاهر. الحاجه الثانيه اللي تعرفنا برضو ان موسيماني مذاكر الجيم النهارده وعنده تركيز كبير، تغيير حمدي فتحي. النهارده وهو كسبان 2 بدا يقفل نص الملعب خلاص عشان يبدا يحافظ، ويبدا كمان يفتح ثغرات اكبر في خط ظهر فيتا كلوب، ودي تحققت كمان الشوط الثاني. النهارده كل اللعيبه الحمد لله سواء اللي بدات او اللي نزلت الشوط الثاني كلها النهارده كانت على اعلى مستوى، ومحتاجين منكم كمان خلال فتره جايه اكتر واكتر. النهارده دي اول مباراه بحس من لعيبه النادي الاهلي بعد البطوله التاسعه وبعد برونزيه كاس العالم ان بدات لعيبه النادي الاهلي رجليها تلمس الارض. احنا كنا بنقول ان لعيبه النادي الاهلي طايره في الهواء بعد الفوز وبعد الانتصارات الكبيره خلال الفتره اللي فاتت، لكن النهارده دخول النادي الاهلي، الحماس، شخصيه البطل، دخول في المباراه كلها تبدا تقول ان شاء الله ان احنا عندنا ان شاء الله فريق هيقدر ينافس على التاسع.